كيف أنت بدك تصير ابن الله إذا ما تحررت من العبودية؟ وكيف بدك تاكل فطير إذا ما أكلت من خروف الفصح؟ المسيح هو العبور الحقيقي لكل نفس عايشة تحت سلطان إبليس. بتقلي أنا بعد ما اختبرت الحرية؟ صار لي زمان بسمع عن الحرية؟ الكتاب بيقلك تعرفون الحق والحق يحرركم، إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. بعد في خطايا؟ في خمير بحياتك من عبادة أصنام وولاء لزعماء على هالأرض؟ الرب يسوع بيأمرك وبيأمرني إنه ننزع هيدا الخمير من حياتنا، شو ما كان نوعه، شو ما كانت طعمتها. تلزز بالرب، كمان بيقلك الكتاب ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب.